السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. كتبتوا لي في لي كومونتير دويلينا على فيليب، دويلينا على فيليب، دويتي لنا الصباع على جناح، قول لينا شنو هو الجديد الإخوان. كيف قلت لكم، راه اللي بغى يتأكد يدخل الانترنت وغادي يتأكد أن المشكل ديال فيليب مشكل ديال جوج كونترات عنده، ووكيل أعمال ديالو قال هضرة، الوثائق اللي حصلوا على الرجاء تتقول هضره عكس ديك الهضره اللي قال الوكيل. اذا هنا الرجاء طلبوا من الوكيل ديالو اذا بغيتي نسينيو مع اللاعب، حيت ديجا الرجاء تفاهموا مع اللاعب على جميع الامور، قال لهم انا غادي نفك المشكل القانوني ديالو ونجيبو لكم يسيني. حتى هنا كل شيء مزيان. من بعد تصل وكيل الاعمال ديالو بودريقه تاكد ان اللاعب ما بقى عنده حتى شي مشكل قانوني وغادي يجي سيني. درنا الفيديو الصباح. من بعد الاخوان تنحاول ناكد ولا نتاكد من واحد المعلومه وندير لكم فيديو. انا درت هذا الفيديو فقط، الاخوان اللي طلبوني قال لك دير فيديو ما تجاوبش في لي كومونتير، دير لينا فيديو. قلت ندير لكم فيديو. الوثائق اللي عند الرجل الاخوان ديال فيليب مازال فيها بعض الشكوك، تنحاول نتاكد من المعلومه عاد نحطها. ما بغيتش ندير فيديو، ولكن فين طلبتوني قلت ندير واحد الفيديو يكون قصير تتحاول تاكد عاد تحط الفيديو. كما قلت لكم باختصار الاخوان، الصفقه ديال فيليب مهدده بالفشل. المعلومات اللي عندي ان الوثائق اللي بعث الوكيل مازال فيها شي حاجه الرجاء دخلاتها الشك، ما بغاوش يجيو ويسينيو مع اللاعب ويطيحوا في شي مشكل قانوني. ان شاء الله كنتمنى من هنا الليل نكون تاكدت من المعلومه الصحيحه، واش الرجاء غاتسيني معاه فحال اللي دارت مع مالونغو ومن بعد ربحات الدعوه قضائيا، ولا غادي تراجع على الصفقه. نحاول في الليل ان شاء الله نتاكد من المعلومه وندير لكم فيديو الاخوان، وشكرا لكم بزاف.